قص الشعر بانتظام كل 6 و8 أسابيع. بين الحمام والتاني بطبق الدراي شامبو. إذا بتتبعوا هالخطوات اللمعة ما رح تفرقوا أبداً. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة وبفيديو اليوم حيل دردشة ونصايح، فتابعوني. حيلتنا اليوم كتير مفيدة وخاصة بهالشهر الفضيل، وهي ماسك مرطب ومغذي للشعر. غنية اليوم بمواضيع عن الشعر، واليوم رح دردش أنا وياكم بعنايتي بشعري اليومية والأسبوعية. كتير بيجيني كومنتس، نجلة شعرك ناعم وبيلمع، شو بتعملي لتحافظي عليه؟ أنا نوعية شعري هيك، بس أكيد في كتير خطوات وطرق بعملها لأقدر حافظ على نوعيته. أولاً بغسل شعري 3 مرات بالأسبوع، ما بغسله كل يوم، مع أنه أنا نوعية فروة راسي ميلة للدهنية، بس بين الحمام والتاني بطبق الدراي شامبو لحافظ على الزيوت اللي بتفرزها فروة راسي اللي بتغذي لي شعري وبتعطي لمعين حلو. وقت غسيل الشعر بالنسبة لإلي هو وقت سبا لشعري، فلما طبق الشامبو بدلك فروة راسي أو بعمل مساج لمدة 10 دقايق، ولما طبق الكونديشنر كيف كأني عم طبق هايدريتين كريم على بشرتي، نفس الشيء. النقطة اللي بيتابعني بيعرفها كتير منيح، لما غسل شعري هو ومي بمشطه بفرشات مثل هاي ومن تحت لفوق، يعني بهالطريقة لما يتكسروا الأطراف. أنا من الأشخاص اللي كتير بيعملوا براشينج لشعرهم، بس دايما ما بقرب أي حرارة على شعري قبل ما أكون مطبقة الهيت بروتكتر على أطراف الشعر، لأنه دايما بتعرفوا الأطراف بيكونوا كتير رقاق وكتير حساسين، فأبدا ولا فار ولا سشوار قبل ما نحط هيت بروتكتر. وأكيد نقطة كتير مهمة، جربوا ابتعدوا عن الفار، ولما تكونوا عم تعملوا براشينج لشعركم السشوار يكون بعيد عن الشعر، وأخيرا السبراي والجل تركوهم بس للأوقات الضرورية. ولا مرة بنام بلا ما يكون شعري مشط ومربوط، وحتى لو كنت عاملت له براشينج. كل اللي علينا نعمله أولاً بالأصابع بنعمل مساج لفروة الرأس، ثانياً بنمشط بفرشات من تحت لفوق، وبنربط شعرنا بربطة خفيفة وما منشده أبداً لنمنع الاحتكاك بين الشعر مع بعضه وبين الشعر والوسادة، لأن هالشي ممكن يؤدي لتكسر الشعر بكل سهولة. وأخيراً نصيحة بدي من كل شخص منكم يتبعها، واللي هي مرة واحدة بالأسبوع نقع الشعر بزيوت من اختياركم، زيت زيتون، زيت الأرغام، الكوكونات أويل، زيت اللافندر، من اختياركم اللي بتفضلوه. بس إذا كانت فروة راسكم دهنية حطوا بس على الأطراف، أما إذا ما كانت دهنية فيكم تنقعوا الشعر كله، منربطه، مننام، وتاني نهار منقوم منحممه وشكرونا. ونصيحتي اليوم لصاحبات الشعر المصبوغ، سمعوني كتير منيح. النصيحة الأولى، ما تصبغي شعرك هو ونظيف أو تكوني بعدك محممتي، لأن الزيوت اللي بتفرزها فروة الراس بتحمي فروة راسك وشعرك من تأثيرات الصبغة. لتحافظي على لون الشعر المصبوغ، الشامبو بيلعب دور كتير مهم، فمن الضروري انك تختاري سلفيت فري شامبو وتغسلي شعرك فيه. من الضروري انك تفوحي شعرك بمياه معدنية او تزيدي فنجان خل ابيض على اخر تفويحة، لانه اول المي الكلسية بتبهت الشعر، والمي الساخنة بتزيل الصبغة وبتخليك تفقد لمعان شعرك كليا. مثل ما الشمس بتأذي لنا وجنا ومنطبق له صن سكرين، من الضروري انك تحمي فروة راسك وشعرك من الشمس، ففيك تلاقي صن سكرينز سبراي وترشيهم يوميا. اذا قبل ما تصبغي شعرك ما كنت تطبقي اقنعة او ماسكات مرطبة لشعرك، من الضروري كتير بعد الصبغ انك تطبقيهم، لانه الصبغة بتسحب الرطوبة من الشعر وبتزيد من خشونته. ومن الضروري قص الشعر بانتظام كل 6 و8 أسابيع،
للحفاظ على شعرك ومنع التكسر. شربي قد ما فيك، ابتعدي عن السشوار والبراشنج وطبقيهم بس بالحالات الضرورية. وأخيرا مثل ما سبق وقلت لكم بالدردشة، تبعوا نصيحتي ونقعوا شعركم مرة أسبوعيا بزيوت من اختياركم. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. رمضان كريم، ما تنسوا تفقسوا على الجرس وتعملونا سبسكرايب لكل ما ينزل فيديو دغري تحضروه. باي باي.